عن أسباب اختياره يعني. نعم. بالإضافة يعني هو اختياره ليس فقط على تاريخه، وإنما الحزب الديمقراطي الكردستاني وبسبب يعني الفرقاء الآخرين وبسبب الأخوة الأعدام إن صح التعبير معهم يعني. نعم. واعتراضهم على أي شخصية. نعم. فقد اختير شخصية ريبار أحمد بعناية فائقة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني للأسباب الآتية. نعم. أولا أنه لم يعمل ضمن الحكومة المركزية، أي بمعنى أدق أنه نظيف اليد واللسان. نعم. يعني لم يعمل في الحكومة المركزية حتى يتبارى بعدين الآخرين ويذهبوا إلى المحكمة الاتحادية يقولون كذا، سجل نظيف. نعم. وهي تحسب للحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم. ثانيا أنه من الجيل الثالث تقريبا يعني من القيادات السياسية في الإقليم. نعم. يعني مقبول لدى الشباب ومقبول لدى يعني الصقور أو الكهول. نعم. يعني العملية السياسية. ثلاثة، إذا كان النظام السياسي الحالي قد بني على مظلومية ومظلومية تاريخية على اعتبار أن النظام السابق كان نظاما دكتاتوريا شوفينيا وأن الناس قد أصبحوا ضحايا، فيعني رمزية ريبوار أحمد بالنسبة للضحايا تكون واضحة المعالم. أولا أنه يعني من المؤنفلين، ثانيا فقد حوالي تقريبا 18 شخصية من عائلتك. نعم. بما فيهم أم وأبوه، بما فيهم أم وأبوه، وبالتالي هو من هذه المدرسة الجهادية البارزانية الصحة التعبير. نعم. شئنا أم أبينا بأن البارزانيين بالذات تحديدا يعني بالإضافة للإقليم عام، لكن البارزانيين أكثر العوائل وأكثر. نعم. العشائر هي التي أعطت بالآلاف ضحايا منذ. نعم. الأربعينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا. فهذا هاي الشخصية وهاي الكاريزما يعني تنطي اطمئنان للمواطن العراقي انه ابن التضحيات السيد رئيس الجمهورية القادم. يعني انا مو فقط على هاي العول، مو فقط هاي العول، انا اعول عليها كلش. لا انا اعول مو فقط لسبب واحد، انه السيد ابن المعاناة السيد. لا انا ما يهمني يعني قضية معاناة او مو معاناة، انا يهمني مواصفاته. راح هذا رئيس جمهورية راح يقود البلد. نعم. وبالتالي الكاريزما اللي يحملها زائدا عمله بحكومة. نعم. الاقليم، زائدا هو شخصية محبوبة خصوصا من النازحين وخصوصا من العرب المقيمين في إقليم كردستان. نعم. السيد ريبار أحمد قدم خدمات. نعم. جليلة للعرب القادمين، ولم يأتي الحادثة حدثت في الإقليم. نعم. إلا والسيد ريبار أحمد كان يعني صمام أمان، وبالتالي شخصية لديها مقبولية كبيرة. وبالتالي. نعم. أنا أقول علاقات جيدة أيضا بالإضافة. نعم يعني هاي تحسب إليه، وأيضا رجل مثقف ولديه أكثر من لغة يتكلم. نعم. وبالتالي مثل هكذا شخصية يعني عمق جهادي، عمق جهادي، خبرة أمنية، خبرة إدارية. نعم. زائدا يعني مقبولية لدى الطرف الآخر، وبالتالي أنا لا أعتقد. نعم. بأن الأحزاب الأخرى سوف. نعم. تكون لديها حجة كبيرة.